باب مذاهبهم في الزوائد ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النبل حمزة كملا وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فعقلا فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسرى وتتبعا سما وفي الكهف نبغي يأتي فيه درفلا سما ودعائي في جناح الوهديه وفي اتبعوني أهدكم حقه بلا وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنا حلا وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا وأكرمني معه أهانني إذ هدا وحذفهما للمازن عد أعدلا وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا علا ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا وفي التبع في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزون فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني ومن يتقي زكا بيوسف وافاك الصحيح معللا وفي المتعالي دره والتلاق والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم ترديني ترجمون فاعتزلوني ستة النذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبون قال نكيري أربع عنه وصلا فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخرف العلا وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا وفي نرتعي خلف زكا وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا.